عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في تصيماتنا الاحترافية والإبداعية والأفكار المتميزة في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. فحبا وفضلا وتكرما قبل ما نبدأ بلقاءنا لهذا اليوم، التفاعل مع هذا الفيديو من خلال ترك التعليقات ونضع اللايك ونعمل مشاركة لهذا الفيديو لتساهموا معي بإيصاله لأكبر قدر ممكن من المهتمين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. وقبل ما نبدأ بلقاء اليوم يا أصدقائي، طبعا في موقع عالمكم أو في متجر عالمكم متاحة لحضراتكم تحميل والحصول على كافة القوالب المقدمة ضمن مشوارنا الجميل في قناة عالمكم. أيضا وفي إمكانية لتحميل العديد من القوالب والأدوات التصميم المجانية، وتم توظيف الحصول على القوالب وأي ملف عمل حتى بأرخص الأسعار، يعني هي يدوب بالسنتات إن صح التعبير، من خلال نظام النقاط المقدمة في موقع عالمكم. وأيضا أطلقنا دبلوم باوربوينت من الصفر حتى تصميم المشاريع الاحترافية على موقع عالمكم. هذا الدبلوم بيقدم لك كافة المزايا يلي بتأهلك إلى النزول إلى سوق العمل. وأيضا هذا الدبلوم مرفق بأضخم مجموعة ماتريال ومواد تصميم وقوالب احترافية تصل إلى 15,000 قالب باوربوينت احترافي ومدفوع. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقائنا الجميل والعطر مع حضراتكم لهذا اليوم.